الطريق إلى عرسال سالكة للمجهزين بأوراق ثبوتية وشرعية. حواجز الجيش باتت أكثر تجهيزاً. العناصر متأهبون لأي طارئ في بلدة باتت ممراً ومقراً للمسلحين. آراء العراسلة تتفاوت بحسب مصالحهم، فالعاملون في الجرود حيث التهريب والكسرات مصدر رزقهم يشكون الطوق الأمني المشدد. بدي روح على شغل، ما حدا عم يخلي روح على شغله، لا الدولة ولا يعني يا ويلنا من الدولة يا ويلنا من السوار، يعني نحن اكلي حطينا بهالنص فينا، يعني ما ليه ما عم تروح على الشغل يا حمال؟ انت طالع طالع لا عم لا بيخلي ما يمرق مزبوط، لا بيخلي شيء، واحد روح على مصلحته، يعني بدي روح بيقف كلنا ساعتان على الحاج. قصدك على ميلة اذا بدك تروح على الكسرات لفوق؟ ايه على الجرود لفوق. ايه بالضبط. يعني لفوق هي اللي عم بيكون صعوبة اكثر. ايه على البلدة العرسال بالبلدة ما في شيء بناء بناء. أما المؤن الغذائية والمحروقات فتدخل عرسال بشكل طبيعي. شو مطلع معك؟ خضرة. لوين؟ عرسال. في فوتو اطلع ما علي شيء عند الدولة. يعني ما في حرس، في حصار مشدد يعني، ولا عم بخلوكم تفوتوا خضرة وأكل؟ لا فوت خضرة كله جاهز. عم وين طالع؟ يا هلا يا هلا، لهون على عرسال. حضرتك من عرسال؟ اي نعم. عم بيقولوا في حصار عرسال. لا ما في شيء الحمد لله. بخلوكم تطلعوا طلعوا؟ ايه بيخلوني، ما في شيء بنا. ما عم بحاصروا البلد؟ لا لا لا، ما يحاصروا حدا. انتم مبسوطين بوجود الجيش بالمنطقة هون؟ على رأس الجيش كله. شو الوضع جوا؟ الوضع تمام، ما في اي شيء والله. عم بفوتوا عليكم مواد غذائية؟ عم بفوتوا لكم مواد غذائية؟ الامر طبيعي، ما في شيء. ما في، بس في انه كمان سين العلاشي عم يخدوا الجيش اللي عليهم، بس انه عم يشوف المحل سلاح وشي عم يخدوه. في كتير مسلحين؟ لا ما شايفين شيء، بس انا عم يدهموا الجيش، عم يلاقوا سلاح عم يقولوا. إذن عرسال البلدة ليست تحت الحصار، أما ما بعد عرسال فصورة أخرى. هنا لا مفر من الحصار، حصار الجيش للمسلحين، حصار لحماية عرسال من جردها. هنا إحدى التلال المطلة على بلدة عرسال. هذه التلة ممسوكة أمنيا بشكل تام من قبل الجيش اللبناني، الذي يؤكد بأنه يطبق الحصار على المسلحين وليس على عرسال البلدة ولا على أهلها. وعلى قاعدة الداخل مفقود والخارج مولود، فالجيش قرر البقاء خارج عرسال، لا يدخلها إلا لتنفيذ أمر كل يوم بيومه. المعادلة بسيطة هنا، عرسال أمامنا والعدو وراءنا، هي معادلة قاعدة بالنسبة للعسكري هنا الذين يحاصرون المسلحين لئلا تذبح عرسال، من إحدى النقاط الاستراتيجية للجيش اللبناني في عرسال. نانسي السبع، قناة الجديد.